النهاردة بإذن الله تعالى في نفس العنوان، ألا وهو أن الشيعة عندهم أن الله عز وجل فوض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بخلق هذا الكون. والسؤال المطروح اليوم، بعدما خلق علي بن أبي طالب هذا الكون، أين ذهب علي بن أبي طالب ومتى جاء، أو أين ذهب وكيف جاء؟ النهاردة الحلقة الرابعة وما زال الشيعة يتخبطون في هذه المسألة، سبحان الله. قبل ما ندخل في المسألة عايز أعلق على شوية أشياء كده. بداية يعني سبحان الله، يتركون المتخصصين الذين يطالبون بالمناظرات مع أمير القريشي ويعلقون على بعض الكلمات في تويتر لأحد المشايخ الغير متخصصة. لماذا دائما معمم الشيعة يتهربون المتخصصين؟ دائما معمم الشيعة يتهربون المتخصصين ويذهبون إلى أناس غير متخصصين. نعم هم مشايخ وفضلاء ولكن غير متخصصين في الشيعة. فلماذا يهرب أمير القريشي من طلب مناظرة وليد إسماعيل له ويهرب إلى أحد المشايخ؟ لأنه غير متخصص. فسبحان الله، سندع التعليق إن شاء الله للمشاهد. مرة إلبس أزهري، مرة هات معك أربعة، مرة عن حسن شحاتة، مرة 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 وروب عاملين أفراح على تويتر، تويتر لشيخ، سبحان الله. يا جماعة الناس دي يعني أنا مش عارف بصراحة أقول فيها إيه. الناس دي قولها فعلا يعني فاستخف قوم وفاطعوا. الناس دي بتستغل الشباب اللي تحتيها أسوأ استغلال، أسوأ استغلال، سبحان الله. ويضلونهم على علم. أنا مش عارف إمتى الناس دي تتقي الله عز وجل. والشباب الشيعي مندفع يظن أن فلان ده بينتصر الحق وفلان ده بينتصر الحق، وما يدروا المساكين أنهم بيستغلوهم وبيستغلوا اندفاعهم. الشيعي دلوقتي ما بقى عنده أي شيء، عنده أهل البيت هم الأول، وبعد كده كل شيء بح مش مشكلة. لدرجة أن ظهرت عندهم جماعة اسمها جماعة القربان، جماعة اسمها جماعة القربان، بيقدموا نفسهم قربان لعلي بن أبي طالب بالانتحار، بيعملوا قرعة والقرعة اللي تقع عليه يقدم نفسه قربان لعلي بن أبي طالب. أهله علي بن أبي طالب، أهله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد مش عارف يعمل معهم إيه. يعني كلمناهم بالقرآن، كلمناهم بالعقل، كلمناهم بالنقل، ما في مخ خربان، ماكو مخ. لا 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 لا، وصلنا لمرحلة غريبة، وصلنا لمرحلة تحس ان انت بتلعب مصارعة ثيران، ان انت في حلبة ملاكمة. القضية دلوقتي بقت كلها قضية ملاكمة، والمشكلة ان انت لما بتيجي تصارع حد هو مش فاهم اساسا هو بيتكلم ايه، بيتخبط، يمسك حجر اسود ويقول لك انا الحجر الاسود اهو، يعني انا اتمسح في الحجر الاسود، لكن لما اتمسح باهل البيت اقبل الحجر الاسود، لكن لما اقبل الضريح بتاع اهل البيت، سبحان الله. ما بيفرقوا ما بين الاشياء، ما بيفرقوا. واستغلال حقير لشباب الشيعة، استغلال حقير، استغلال احمق للناس اللي ايه. بس المشكله مش فيهم، المشكله مش فرعون، مش في فرعون المشكله، من امن بفرعون المشكلة، ما في من اتبع فرعون، من صدق فرعون. الشيء الصغير ده محتاج اللي ياخد ايديه، هم بياخدوا ايديه للنار، بياخدوا ايديه للشرك. لو انت مسكت الشيء الصغيرين دول وقلت لهم ما هو الشرك، يعني هل هو الشرك فقط ان انت تسجد لغير الله عز وجل، ولا ايه هي انواع الشرك؟ تعرف ايه انت عن الشرك في القرآن الكريم؟ يعني اياتك الشرك اللي بتتكلم في القرآن الكريم تعرف؟ يعني ما يعرفش حاجة، هو كلها أهل البيت وخلاص، مسح بضريح، ازحف، اعمل أي حاجة، المهم ان انت بتعمله أهل البيت. غباء، يمسك لهم حجر وكأنه الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فخلاص بقى
العقل جابهم ان انا طالما بحق بقبل حجر اسود يبقى ايه المشكله ان انا حق اقبل ضريح الحسين او ضريح الحسن؟ يا عم ده حجر من الجنه، حجر من الجنه. سيدنا عمر خلص المساله من 1450 سنه، قال والله لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني هي الفكره كلها ان النبي قبله لانه حجر من الجنه، الناس بقى تروح تتمسح بيه، تعمل بيه، تتمسح، القضيه دي قضيه تانية. وحتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تمسحوا بهذا الحجر، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تمسحوا بهذا الحجر سنتمسح، بس لازم الدليل، لازم الدليل، والدليل يكون ثابت. فسبحان الله، فالمسألة لا بد أن تكون بدليل، بدليل. طب ما احنا بنلف حوالين حجر، ولكن هل نحن نعبد الحجر؟ طب ما احنا قبلتنا كلها للحجر، ولكن هل نحن نصلي للحجر؟ الناس ما بيفرقوا ما بين الأشياء، وبيستغلوهم جيوش مجيشة وأي حاجة وخلاص، استهزاء، سخرية. ما في أسهل من الاستهزاء والسخرية. والله العظيم أنا عندي استعداد أخلي الشيعة مسخرة، بس هننتقل لمشاكل تانية. هي المسخرة مفيش أسهل منها، إن أنت تجيب فلان ده وتقعد تتمسخر فيه للصبح مفيش أحسن منها. أجيب علماءكم وأخليهم كلهم مسخرة، الناس كلها بتضحك عليهم، أعمل لكم برنامج توك شو للمسخرة. وياه، ده احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا عطينا خفة دم كمان مش موجودة عند حد. أعمل لكم برنامج هنا للمسخرة؟ ما تحترموا نفسكم شوية، احترموا نفسكم واعلموا أنكم تتكلمون في دين، دين. المسألة مسألة دين، إسلام، مش مسخرة. أي حد يستطيع المسخرة، وفي أسهل من المسخرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وتكلم في الشيعة، وتكلم في الشيعة يا جماعة الخير، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه، ما ينفعش. ذاكروا، اقرأوا، اقرأوا القرآن، وما فيش تحس ان انت شوية عيال، شوية عيال يدخلوا لك تعال انظر لي مش عارف فلان الأهبل ده اللي ما بيعرف يقرأ كآية سليمة، وعامل له جيش تتار، عامل له جيش يقول لهم يلا يا بهايم روحوا، يروحوا البهايم. عايزين نناظره؟ يا ريت مناظرة محترمة. أقسم بالله أنا لو شاب شيعي طلبني المناظرة أنا ما عندي أي مشكلة، بس تكون مناظرة علمية، مش مناظرة نقعد نضرب في بعضنا وخلاص وما تعرفش. لذلك قالوا ما تنزلش مع الخنزير في الوحل حتى لا يفرق بينكما. دلوقتي المناظرة إيه؟ إن أنا أقول لكن أنت تعرف أساس المناظرة؟ والله أنا حبيت أعملها مع أحمد الإمامي وكلمته، قلت له يا أحمد الإمامي هندخل أنا وأنت مناظرة، بس لا بد أن تكون الأدلة قطعية الدلالة، يعني مجرد أن احنا نسمعها نفهم هي إيه، مش محتاجة أن احنا نفسر والكلام ده كله، عشان المشاهد أطفال صغيرة، شباب صغيرة، احنا متحملين دين. وماشي يا شيخ وليد مش عارف، أول ما دخل المناظرة ما استدل أساسا على أي شيء من اللي أنا قلته، وأنا مرتب المناظرة واحد اتنين تلاتة كده أدلة لا تحتاج تأويل ولا تحتاج تفسير. يا عم أحمد، قول العالم يستدل له لا يستدل به، يعني ناخد من الأصل، يعني العالم ده جاب منين؟ جاب حديث يبقى تقول الحديث، جاب آية يبقى تقول الآية. برضه نفس الحكاية في المناظرة، يدخل في أقوال العلماء، ويا ريت يدخل في أقوال العلماء كده، لا بيدلس على العلماء. ولما وقفت وقلت له نتكلم في قول عالم عالم ونشرح عالم عالم، يعني أنت تقرأ القول وأنا أشرحه لك ونجيب من أصل الكتاب، هرب، سبني عشان يهرب. فالله المستعان. فيا جماعة الخير، يا جماعة، يا شيعة، يا شيعة، أنا عارف إن كلامي ده هباء منصورة، وبرضه هترجعوا تاني، هترجعوا تاني برضه نفس الحكاية، ولكن خلاص يبقى أنا خلاص أبرأت ذمتي إلى الله عز وجل. اللي بيحصل ده أصبح لعب عيال، أصبح لعب عيال.
مش ناس كده عايزة تجلس وتتحاور ويبقى الكلام بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، لكن لا، خناقة. المناظرة دلوقتي أصبحت خناقة، داخل خناقة مش داخل مناظرة، واللي قاعد كأنه جايب شوية لب وفرحان باللي بيتقال، وده فلان على صوته وفلان. يا أخوانا أنا لا إله إلا الله والله العظيم، تعالوا تعالوا حوريكم عينة، عينة من المناظرة، هوريكم عينة من المناظرة. هوريكم عينة من المناظرة من حوار. من حوار. واللي هيفهمني طبعا حافظ القرآن، اللي هيفهمني حافظ القرآن. ثواني كده اجيب لكم بس الايات القرانيه الاول، وبعد كده ايه اجيب لكم الايات القرانيه، وبعد كده عشان يبقى كله عارف انا بتكلم عن ايه. ابص الايه الثانيه بس، خلينا اسمعكم وبعدين اجيبها. بكر رضي الله عنه وعمر كافران، ابي بكر وعمر نعم ظاهرهم مسلم باطنهم منافقين، وهذا ما دلت عليه ايات الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون. آية قرآنية تصرح بأن من حول النبي هم منافقين، ومن حولك من الأعراب ما هم أشد نفاقا أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. آية أخرى في سورة آل عمران، فإن مات أو قتل محمد انقلبتم على أعقابكم. من الذي ينقلب على عقبيه؟ بالحقيقة هو القريب، فمن كان قريب لمحمد. سأعطي نعم سأعطي لك وقت، لا تقاطعني، لك وقت. أنا سؤالي واحد. تمام. السؤال، تخيلوا أخوانا، تخيلوا الثلاث آيات اللي هو قرأهم بنفس القراءة دي مش موجودين ولا في القراءات ولا في المصحف. ولا في القراءات ولا في المصحف. تخيلوا انا نفسي يعني انا مش عارف اوصف ايه ولا اعمل ايه. تعالوا نمسك آية نمسك آية. انا اجيبك، هل ابو بكر رضي الله عنه وعمر كافران؟ أبي بكر وعمر نعم ظاهرهم مسلم باطنهم منافقين، وهذا ما دلت عليه آيات الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون. آية قرآنية تصرح بأن من حول النبي هم منافقين، ومن حولك من الأعراب ما هم أشد نفاقا أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. آية أخرى في سورة آل عمران، فإن مات أو قتل محمد انقلبتم على أعقابكم. من الذي ينقلب على عقبيه؟ بالحقيقة هو القريب، فمن كان قريب لمحمد. سأعطي لك وقت، لا تقاطعني، لك وقت. أنا سؤالي واحد. تمام. أنا أجيبك. سؤالي، بص يا أخوان، معلش، هل أبو نمسك آية ونحلل الكلام اللي اتقال ده. معلش أنا قرفتكم بيه عشان أخلص منه، يعني عشان أخلص منه وبين إن الناس دي لا فهم لا علم لا قرآن لا أي شيء، فاعذروني في المقطع ده، اعذروني في المقطع ده. تمام، نمسك كده واحدة واحدة الكلام ونشوف هو هيقول إيه، ونرد عليه ونشوف هل ده حمار، هل ده إنسان يناظر، ولا ده بني آدم مجرد إن حوالي شوية عيال صغيرة مش فاهمين حاجة فبيضحك عليهم. بيقول إيه؟ بيقول إن أبا بكر وعمر منافقين، تمام، ولكن الظاهر بتاعهم الإسلام والباطن بتاعهم الكفر. الظاهر بتاعهم الإسلام والباطن بتاعهم الكفر، يعني ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. خليكوا حافظين، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. تمام. طب أنا عشان أبين الباطن بتاعهم
عشان أبين الباطن بتاعهم يبقى لابد من آيات تتكلم عن باطن أبي بكر وباطن عمر وباطن عثمان. يعني تقول أن باطن عمر وباطن أبي بكر وباطن عثمان النفاق، تمام؟ يبقى الآيات لابد أن تتكلم على بواطن الثلاثة بالأسماء حتى نعلم أن هؤلاء هم المقصودون، وإلا فالآيات ممكن تحمل الكثير، ممكن ندخل فيها بلال، ممكن ندخل فيها عمار، ممكن ندخل فيها سلمان، لأنها لا تتكلم عن أسماء. طيب جميل أوي، خدوا بقى الطمة دي، خدوا الطمة دي. إذا كانت هذه الآيات تبين لنا نفاق الثلاثة، إذا بيّنت لنا يعني أظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهرت للصحابة نفاق الثلاثة، يبقى أظهرت، يبقى إزاي مسلمين الظاهر منافقين الباطن؟ ما أنت بتقول إن الآيات دي أظهرت النفاق، يعني أظهرت نفاقهم، يبقى إزاي أظهرت نفاقهم وأظهرت للجميع نفاقهم وأظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم منافقهم، وأنت من تقول أنهم مسلمون الظاهر منافقون الباطن؟ ما هو لو الإنسان طالع الباطن بتاعه يبقى خلاص، يعني أنا دلوقتي أنا رجل مسلم ولكن كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا أخرجت اللي داخلي بقى الظاهر بتاعي، يبقى أصبح الظاهر بتاعي الكفر. فإذا كانت هذه الآيات الثلاثة بتتكلم على أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم منافقون، يبقى خلاص يبقى أصبح الظاهر بتاعهم نفاقي. فكيف يكون الحمار ده يقول الحمار ده أن الظاهر لهم الإسلام والباطن بتاعهم نفاق؟ دي النقطة الأولى. تعالوا آية آية هو قالها. أبي بكر وعمر نعم ظاهرهم مسلم باطنهم منافقين، وهذا ما دلت عليه آيات الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك المنافقون، واحدة واحدة، نعم ظاهرهم مسلم باطنهم منافقين، وهذا ما دلت عليه آيات الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله إنك أن المنافقون لكاذبون، والله يعلم إنك لرسول الله، من حول النبي هم منافقين ومن حولك من الأعراب. معلش واحدة واحدة تاني. الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول نشهده. الله والله يشهد أن المنافقون، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. أول آية طبعا كل سنة وانتم طيبين، أول آية مش هي اللي موجودة في المصحف، أول آية مش هي اللي موجودة في المصحف. تعالوا نروح للآية الثانية. كاذبون، آية قرآنية تصرح بأن من حول النبي هم منافقين، ومن حولك من الأعراب ما هم أشد نفاقا أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. آية أخرى طبعا، دي مش آية خالص، دي مش آية خالص، يعني دي أساسا مش آية خالص، دي مش آية خالص. معلش تاني. آية قرآنية تصرح بأن من حول النبي هم منافقين، ومن حولك من الأعراب ما هم أشد نفاقا أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. آية أخرى في سورة، مش آية خالص، مش آية خالص، أنا مش عارف أصحح له فيها إيه ولا إيه، لأن هي مش الآية أساسا، يعني هو أساسا ما اتكلمش في الآية. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن حولكم، وممن حولكم، لما انت تقول حول هذا التليفون كده يبقى الحول مش التليفون، بيلفوا حول الكعبة، يبقى الناس اللي بتلف حول الكعبة وليس الكعبة، تمام؟ وممن حولكم من الأعراب، من الأعراب، الأعراب دول اللي هما في أطراف المدينة، ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة. أهل المدينة يعني إيه يا أخوانا؟ الذين ولدوا في المدينة، أهل المدينة الذين ولدوا في المدينة، وليس الذين جاءوا من مكة إلى المدينة، وليس الذين جاءوا من مكة
إلى المدينة. فالله المستعان. طيب نخش على الآية الثالثة. أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم بأن من حول النبي هم منافقين ومن حولك من الأعراب ما هم أشد نفاقا أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. آية أخرى في سورة آل عمران: فإن مات أو قتل محمد انقلبتم على أعقابكم. من الذي ينقلب على عقبك؟ طبعا الآية دي مش موجودة، يعني الآية اللي هو بيقولها كده بنفس ألفاظها دي مش موجودة، مش موجودة. الله عز وجل، الله عز وجل يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تمام. دي أساسا في غزوة أحد. فالله المستعان، يعني دول اللي المفروض إن احنا هنناظرهم، دول المفروض عن نظرهم. يقول لك ان الظاهر بتاعه الاسلام والباطن بتاعه الكفر، وفي نفس الوقت يقول لك ان الايات ديت اظهرت النفاق بتاعهم، يعني هي اظهرتها للاستاذ العلامة الفهامة الشخاخة ده ولم تظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اظهرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اظهرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا ان ابا بكر وعمر وعثمان منافقون. طب إذا كانت هي أظهرتها بالفعل وأصبحوا منافقين، يبقى إذن أصبحوا منافقون وليس حاجة، وليس مسلم الظاهر كافر الباطن. أي عك في أي عك، أي محش في أي محلة، هو مين اللي بيسمع؟ أنا قلتها يا أخوانا وبقولها كثيرا جدا، الناس دي ما بتكلم المحاور، هو تفكروا إن إجابته ديت للمحاور اللي معاه، الإجابة بتاعته دي مش للمحاور، الإجابة بتاعته دي للشيعة اللي بيسمعوه. والله لو الإجابة بتاعته دي للمحاور أقسم بالله يستحي يقولها، يستحي يقولها، لكن الإجابة بتاعته دي للشيعة اللي بيسمعوه. هو يعلم جيدا إن الشيعة اللي بيسمعوه الشباب الصغير ده مش فاهم حاجة، فلذلك بيضحك بعقولهم. هو مفكر هو بس الشيعي، هو سمع إن في آيات في أبي بكر وعمر، مش مشكلة الآيات بتقول إيه، مش مشكلة حافظها ولا مش حافظها، ومش هيروح يدور عليها. هي الفكرة كلها ان في مناظر شيعي ده بيقول له اديني دلالة على ان ابا بكر وعمر كفار او منافقين، فقرأ له ثلاث ايات. لكن هل الثلاث ايات دول بيتكلموا عن ابا بكر وعمر وعثمان مثلا؟ لا، المهم عند الشيعي ان هو تلا ايات، وياريته تلا ايات، ياريته تلا ايات. يا اخوانا الله يبارك في عمركم، بخدوا المقطع ده واطلبوا المقطع ده مني بالله عليكم، بصححوا له ايات، خدوا المقطع ده مني وبصححوا له الآيات وبحطوها في فيديوهات وصححوا الآيات عشان الناس تعرف الناس دي ايه. تابعوهم يا اخوانا، يعني تابعوا القرآن بتاعهم كده وصححوا لهم، مش عيب، عشان الشيعة تعرف. فالله المستعان. فده يا اخوانا اللي حاصل من المناظرين، لا بيعرفوا يقرأوا قرآن ولا بيعرفوا يستدلوا ولا يعرفوا يقرأوا قراءة صحيحة ولا اي حاجة. المهم في الآخر انا موجه كلامي لمين بالظبط، والمثل ده عديه طول ما انا عايش هقرا الايه دي. فاستخف قومه فاطاعوه، فاستخف قومه فاطاعوه، الكلام عن فرعون. لولا ان قوم فرعون خفاف لما استخفهم فرعون، لما استخفهم، فهو ده الحاصل. فاستخف قومه فاطاعوه.